أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن في بيان رسمي عن تسجيل 30,000 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى أن عدد الحالات المشتبه بها ارتفع من 500 حالة يوميا إلى 1,000 حالة في مختلف المحافظات. وأضاف البيان الأممي إلى أن غالبية الحالات المصابة تتركز في مناطق شمال البلاد الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع توقعاتها بارتفاع العدد إلى ما بين 133,000 و255,000 حالة بحلول نهاية سبتمبر. معنا من عدن الدكتور علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. أرقام كبيرة عن الإصابات بالكوليرا، نحو 30,000 في 4 أشهر، ما هي خطتكم للتعامل مع هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا لكم لتقديمكم لهذا الحدث الهام. بالنسبة للحالات المائية الحادة والكوليرا، سجلت أول حالة كانت لمهاجرين في 16 أكتوبر في محافظة شبوة، وبالتالي سجلت بعد ذلك في محافظة أبين وفي العاصمة عدن ومحافظة تعز وحضرموت. واستطعنا في تلك الفترة أن نحتوي الأوت بريك أو الفاشية، لكن بعد ذلك في شهر مارس سجلت حالات للأسف الشديد في المحافظات خارج إطار السلطة الشرعية، ولم تكن هناك لدينا بيانات واضحة، وقد ناشدنا شركاء القطاع الصحي خصوصا منظمة الصحة العالمية ومكتب الشؤون الإنسانية في بلادنا أن يوافونا بالبيانات، بحيث أنه نستطيع أن نعمل جاهدين لاحتواء هذه الفاشية، ونستطيع أن نتحدث مع الشركاء بالعدد الحقيقي، لكن هناك تعتم على البيانات في المحافظات خارج إطار السلطة الشرعية. سجلت منذ أكتوبر 16 أكتوبر حتى يومنا هذا في المحافظات تحت السلطة الشرعية حوالي 6,878 حالة اشتباه، منها 648 حالة مؤكدة. للأسف الشديد هناك 20 حالة وفاة. من الحالات الذي سجلت تماثلت للشفاء 6,624 حالة. في المحافظات خارج إطار السلطة الشرعية حصلنا على بعض البيانات من بعض المصادر أنه إلى منتصف أبريل كانت 23,000 حالة و829، منها 124 حالة وفاة، ومنها 664 حالة مؤكدة. طيب هذه الأرقام الكبيرة دكتور، يعني أرقام كبيرة تتحدث عنها، لماذا عاد في الظهور؟ يعني كان قد انتهى. هناك من يقول بأنه مناطق سيطرة الحوثي لا يوجد تلقيح، لكن رغم حملات التلقيح التي تقوم بها الحكومة الشرعية والتي نفذتموها، عاد للانتشار وبشكل كبير. طبعا اللقاحات للكوليرا هي تعطي سنتين، الفاعلية للقاح الكوليرا تعطي سنتين. نحن طعمنا في 2018-2019، حاليا طلبنا من شركاء القطاع الصحي أنه يوافونا باللقاحات، لكن للأسف الشديد هناك شحم في موضوع لقاحات الكوليرا، نتيجة أنه هناك أوت بريك أو جاي أو تفشي في أكثر من بلد، وعليه إقبال في عدم الزال، لكن وعدونا أنه يوافونا باللقاحات إن شاء الله خلال الفترة القادمة قبل نهاية العام. بينما المناطق خارج إطار السلطة الشرعية رافضين ما يتعلق باللقاحات، وأيضا هناك تعتم على موضوع البيانات، ليس فقط على بيانات الكوليرا، ولكن الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال، ومن قبل ذلك كان بيانات الكوفيد. فيما قامت به الحكومة في إطار مواجهة فاشية الكوليرا، فتحنا 24 مركز علاجي في عموم المحافظات المحررة، عملنا البروتوكول العلاجي، دربنا حوالي 945 كادر صحي حول السياسة العلاجية، وزعنا المحاليل الوريدية لعدد من المراكز التوعية الصحية، فرق الترصد الوبائي. طيب دكتور علي، قبل أن ننهي هذا اللقاء، لكن هناك تحدي كبير، انه الشركاء القطاع الصحي هناك تدخل محدود جدا. لماذا لا تعلن وزارة الصحة حالة الطوارئ وتطلب دعما استثنائيا لهذه الحالة؟ الموضوع الطوارئ نحن نتعامل
نتعامل مع البيانات الوبائية التي بنحصل عليها والبيانات الوبائية والترصد الوبائي. هناك معيار لحالة الطوارئ، هناك الوضع ما زال تحت السيطرة لكن لن يستمر إلى ما لا نهاية تحت السيطرة. وناشدنا شركاء القطاع الصحي، طبعا هناك اجتماعات أسبوعية، اجتماع كلستر يضم كل شركاء القطاع الصحي في بلادنا برئاستنا وبرئاسة معالي الوزير، أيضا تكون اجتماعات شهرية برئاسة معالي الوزير. طرحنا على شركاء القطاع الصحي التحديات التي تواجهنا، لكن هناك تحدي أيضا للشركاء القطاع الصحي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسف، الهجرة الدولية، أنه الدعم محدود في الفترة الماضية، كونه هناك في أكثر من بلد فيها. شكرا جزيلا لك. وبالتالي الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة المؤقتة عدن.